جي لبناتي جي زيتون عسلامة لبنان زيتون. الحمد لله على سلامتك عيشك ميرسي عيشك زيتون لطف عليك ميرسي عيشك عيشك سمعنا بيك وانت موقف صحيح هي عديت مدة موقفة ما توسفة ما تخافوش ما تخافوش ما عليك شبيك ضعفت ضعفت برشا طيب لك طيب لي اسمع لازمك دوش هي دوشولي 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 بحبحوني البنات بحبحوني هي بحبحوني بحبحوني الله الله شنو التسيب هذا اش تعملوا لهنا انتم ما تدخلوا الداخل شو استروا رواحكم شنو سي زياد ارتحت منك نهارين جايني توا لهنا عمل لي محفل قدام باب داري شبيك شبيك تعيط على والدي انت ما لاباس مانيش لاباس يا خديجه مش نورمال راهو 37 سنه ونص نسكنوا بجنب بعضنا ولا نهار سمعتوا مني كلمه اعوذ بالله الشيء اللي صار اليوم راهو ما يسكتش عليه هنقول لك الشيء اللي صار اليوم هذا ما يزموش يتعاود على خاطر انا عندي حلين راهو يا نقدروا بعضنا يا راك ما تنجمش تعرف شنو هي معناها ما نجمش بيها هذا عاد شبيك يا امي راه اسمع انا راني عمري ما خلطت مع حتى حد في البلاصه هذه شبي اذيره وديما يتبلع عليا يا امي راه صرف معاه انت يوم وبرا بحبحو شنو مشكلتك يا خديجه راه مش مشكلتي في التبحبيح تفهمني تو ثلاث ايام انا والبنات قلبي عليه دم انا يا اخي مش ولدي هو يا كلاستي ربي يفضلك ربي يخليك ميمتي يا زا اقعد حبيب 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 ثامر منصف بركوس محمد الخامس بور دو فرانس تطلعش يا عبد الله فيش في الرمال بوك بابا انت بابا ايش بشعرك كرت بشعري يحر نعرف ابوك يا فما واحد يعرف بابا يا فما جماعة جاو ظهر لي اخواتي زادة شنو هسي شباب؟ ماشي في بالك باش تتعدى الأمور لاباسة بقندة وحشون وحش كتفهولي نقص بالحس هادي ما نحكي مع الولد باين فيه وحيد المكس المكسر المكليسية المكليسية ايه هذيك ايه سي سيد حاجتي بفلوسي عطاسة ما كانش نعملوك كمية يضحك تقول على حساس مش انتك تقولي طو نعطيك تعلمناش نطيحو قدر الكبارات الفايدة بلا حس جيبوه علي. شوف عاش خويا نعمل عليك كان قاموا هذوما جماعة قول لهم راهو مش زياد ضربكم خاتيني انا ما نحبش مشاكل عم حبيب ثامر تكش انا يا عم محمد من قبيله نمشيو 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 وشكونك انت طلعت لي من الدار وطلعت مضاربي وضربت العبيد هكاك وتقول لي نعرف بوك شكونو بابا بوك شخصيه كبيره بابا شخصيه كبيره اي نعم وقت اللي باش تعرف عليه باش تفخر بيه برشا 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 انا باش تفخر ببابا اي نعم يقول لي شكون وخا نتفخر بيه ادخل معايا للام بي تو نعرفك على كل شيء شنو هي الام بي يا معلم طبعني يا عم بشير يرحم والديك حبيب يا
يا شومي مش كانت منها محطوطة السالة منها اش بقى والت منها قال لي لا زيادة ضايب باش يخرجني من عقلي باش يوفاني من الدنيا باش يسحقني يا ربي حني من الدنيا وين تمشي تلقى جواندويت وعبيت حتى الحتى ولابسه مليح وناس مدخمة غادي جواندويت وهنا جواندويت يا اخي شنية الحكاية ذي عم بشير سي الحبيب مش عم بشير وينو سي الحبيب انا سي الحبيب مال عم بشير شكون في ناشي تو مرحبا بيك في الليلمبي الليلمبي اش معناها الليلمبي الليلمبي سي لا لا مان بلو لا مان بلو اليد الزرقاء اقدم واعرق منظمه استخباراتيه في تونس هي تونس ببحر لافنيوشر عبر جيبه بور دو فرانس لافايت ديما سكسك غادي انا ومكرم سونتر فيل وتو سا اي برشا حركه ودولاب ودنيا ما نحكي لكش مش هذيك تونس نحكي عليها نحكي على تونس الوطن تونس بلادنا العزيزه شو مدخل تونس العزيزه في الجواندويت يا معلم حتى ونحكي لك من مده طويله كان فما راجل مثري من جماعه شمس لا عنده ثروه طايره برشا فلوس وحتى واحد ما يعرف مين جاب الفلوس هذه الكل كانوا يخدموا معاه ثلاثه رجال فطنوا به قاعد يعمل في مؤامرات وخطط باش يدمر البلاد مسقط اي نعم وقت اللي كشف اللي هما فطنوا به حبسهم في داموس وسلسلهم من ايديهم قعدوا مده وايام وهم يحاولوا باش يملصوا ايديهم من السلسله هذيك لين ايديهم زرقت وقت اللي ملصوا ايديهم خرجوا من غاديكا هربوا وعلموا عليه فبحيث هو تشد والمؤامره نتاعو كلها فشلت من وقتك ثلاثه رجال كون المنظمه هذه اللي سميناها لا مان بلو اليد الزرقاء مش مدخل الجواندويت في الحكايه هذه ايديهم زرقت اليد الزرقاء ال ام بي لا مان بلو فهمتك كي سلسلوهم ايديهم زرقت سميتوها ال ام بي مان بلو اليد الزرقاء فهمتك بلا نحنا طلعنا غلطين جينا حنوت تاع الجواندويت ولا لا شيحت لي ريقي والله حتى انا ريقي شيح من قبيلة نتنبع فيه تنا شيحت لي ريقي صاحبي تحب والديك امشي معايا تنوريك لما مبلو كيفاش وين عم مصطفى غاديك عم مصطفى سي الحبيب يا هل طوالي جاي سي الحبيب هيا برا عاد تفضل زياد السلاح هذا كله بحق كله بالحق انت نا انكور ريان فيو شنو المطلوب تو حبوك تجي معنا ونبيع معكم في الجواندويت لا حبوك تنتمي معنا للمنظمه كيما نحبش حر ما عندك ساعتين بالضبط باش علاش ساعتين على خاطر بعد ساعتين بالضبط اللي ريتو لهنا واللي سمعتو الكل باش تنسى تماما وعلاش الماء اللي شربته ساعه فيه برودوي يمسح الذاكره كومبليتمون اما انت باش تمسح الذاكره نتاعك شربت معايا ماء زيد ما شربناش فرد ماء زيد نحبك تجي معنا نحبك تولي خليفه ابوك لهنا نحبك تبعد على الفشل نتاعك وتعمل كارير بال كارير دون ليلم بي في المخابرات التونسيه شوف زياد بوك وصلنا عليك وإذا حققنا الوصاية هذه نكون رايح ضميري زيد زيادة الفلوس نتاع الأكسيدون هذاك احنا اللي خلصناه
جيتوا لي انا ايش يا معلم شو عملتوا طيروه طيروه هز الفوق طيروه جيب العيش ايش هبطوه نفخوه نفخوه صحيح الريمونتا قطع مرسي الولاد زيد حلك الوحيد باش ما تعيشش تمرميد هذا اقبل بلي لامبي زعما تهنى لويد معاك عم لامبي زياد عقلتني؟ هي عقلتك انت عم الحبيب صاحب بابا وجيتني للدار ما تبيع في القواندويت ولا شنو عجيب مازلت ذكرني؟ هي مز شنو عمل هوني انا؟ وشكونك انت؟ وشكون ضربني؟ Schade, dass das Timing so falsch gelaufen ist. Ja, er ist zu spät gekommen. Ich hoffe, dass alles gut läuft. Ja. Ja. Ja, ist طيب. Da war عامل الوقت بالنسبة لنا اللي كابيتال. فهمتش علاش شد فيه باش تستقبل. هو عامل الوقت مهم. خاصةً بالنسبة للامبي. لكن فما حاجة أهم واللي هي عامل الانتماء. ما تنساوش بو شكون. وي. Sein Vater ist sehr, sehr, sehr important. Ja, ich weiß. قول لي منين جاتك الوهرة لك راهب بنات وفلوس بس او با يا قطوس اليوم تلعب بالبحيم البارح ما تكسب تنوس بس او با يا قطوس قول لي منين جاتك الوهرة لك راهب بنات وفلوس بس او با يا قطوس اليوم تلعب بالبحيم البارح ما تكسب تنوس ويا زا علاش معايا ربطين برشا لهوة برشا عسى برشا برشا عينين ويا زا عايشين ميتين مقحفين ألفين مريشين منيشين مريشين كان عايش في الحومة مور وستة قزوز أكبر عركة صارت نطش بالتعليق زوموس واليوم يعارك في المفيوز وفي يدهم تريوز ولا زيرو زيرو زدها وقلك ولا جسوس لا يجوز لا جملة لا يجوز كيفاش ولا زميل اللهم بالفلوس لا يجوز لا جملة لا يجوز فسر لنا يا زيتون كيفاش وليت جسوس وانا كاكاك قاعد انطير في الكوبي شدد لي وجهي صاحبي المغط اللي معاه متربي يا بنات البلاص شكون فيكم تولي حبي والله خلنا نرجع نرقد فنقوك على داني قبي وانا كاكاك قاعد كي العرضة في الحومة مضيع في الوقت وننسى العيشة المشومة فجأة صار لخلن صدمت علينا الحكومة نلقى روحي جسوس وكابيتان عنا سفومة نلقى روحي زميل وزاد اشوف ملا زميلة جميلة تخدم معايا هنا وليت جاسوسي كسيودتي برشا اكشن وفرودة نيراني شعلة ميقودة هوني حومة الرخلة برشا فرودة مرفودة يبودة شد في يدي تانكي قباعة موجودة من عزام اللطة من غير ما تجيبها باندي دوبل زيرو زيرو متدرب كيما اقوى جندي حتى انا ربي مزربة مش كان البوميس وينجي واي كلايت نجمة هادي هاهاها شد عندك ملا صاحبي ياي بابا بابا تي مالك هذا بتعطيني تحول حياتي خربت شكون اللي تفهم تديله عقابة تنعرك بابا شو تجيب عصابة هوني زيك قوية كل اللي جايبك انت ليها نحي تعمل لك حياة والزربة اللي هم عليها هيا ترى كل واحد يشد بلاصته هيا اتحرك امشي